السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج اسمه جيمب، عامل زي الفوتوشوب لكنه هو مجاني، هتلاقي نفس الخصائص ونفس الأوامر وكل حاجة. طيب لو أنا عايز أكبر السكيل بتاع الصورة، هروح لإيمج وأقول له إن أنا عايز أعمل سكيل للإيمج، فهو في هنا رابط بحيث لما أغير الرقم ده التاني يتغير معايا، يعني أخليه 3000 هلاقي ده اتغير 3000، ده الويتس والهاي. ممكن أجي هنا أفك الرابط دوت بحيث لما أغير في الطول أو العرض الرقم التاني متغيرش. تمام كده انا بثبت النسبه اللي بينهم. تمام ممكن نفك كده وانا عايزهم يبقى قد بعض، فخلي ده كده 3000 وده 3000 واعمل رابط. هل انت عايزهم بالانش ولا عايزهم بالمليمتر ولا عايزهم بالفيت واليارد حسب وحده القياس اللي انت عايز تقيس بيها. الكواليتي حسب بقى انت عايز تخلي لينير ولا كيوبيك، ولا شوف ايه الحاجه اللي انت عايزها وتقول له سكيل فيبدأ يكبر لك حجم الصورة. هدوس على الكنترول والبقرة بحيث ان انا اعمل يعني زي زوم كده، زوم اوت على الصورة. برضو لو جيت من ايمج هنا وقلت له مود، هو هيديني كذا مود، اللي هو الار جي بي، وعندي جري سكيل. ار جي بي اللي هو ريد جرين بلو، جري سكيل اللي هو خليه رمادي، الوان التدرج الرمادي، او اندكسد. تمام هبدأ بقى اختار ايه الالوان، مثلا عايزها الويب، عايزها بلوك اند وايت، كاستم باليت ابدا اختارها. حسب ما انت عايز. طيب خلينا نقول له من الايمج مود خليها ار جي بي. طيب هدوس كنترول زد عشان ارجع للالوان اللي كانت موجوده في الاول. زي ما انت شايف البرنامج قريب جدا من برنامج الفوتوشوب.